السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم برنامج الشباب والانترنت جينيراسيون نيوز. خدمة الواي فاي مجانية وعمومية البارح كانت حلم اليوم ولات حقيقة على الأقل في الدار البيضاء. هادشي نشوفوه مع البودكاست ديال خالد الشريف. أما الموضوع الرئيسي والمركزي ديال النقاش حلقة اليوم يكون حول عوالم التطبيقات المغربية واش التطوير ديال ليزابليكاسيون ماروكين يمكن نعتبروه هواية أو مهنة. إذا خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد. إذا الموضوع نقاش حلقة اليوم من جينيراسيون نيوز يكون حول التطبيقات المغربية شي كامل مع آراء وتجارب ضيوف الحلقة اللي نتعرفوا عليهم دابا نيت مع أول ضيف اللي على يميني واللي هو مهدي. مرحبا بك، عرفنا بنفسك. مرحبا بكم. شكرا. مهدي علوعلا، فونداتور دو لا سوسيتي ماتيكاب، شركة متخصصة في لا فورماسيون وليديسيون ديال لي زابليكاسيون موبيل. شحال ديال الوقت من شحال ديال الوقت وأنت بديتي هذه الشركة؟ بدينا في 2012، في جانفي 2012. داكور. مرحبا بك معنا مهدي. معنا الاستاذ طاهر العالمي، مرحبا بك. مرحبا بك اخويا. مرحبا استاذ كاع، علاش لا غير طاهر العالمي. طاهر العالمي مرحبا بك، عرفنا بنفسك اكثر. طاهر العالمي مستشار على الانترنت، مدير شركه ابواب، وانا اش كنسميو بالانجليزي ويب انتربرينور، معناتها كندير بزاف ديال المشاريع في الانترنت وكنعاود نبيعها ولا كنخليها تستمر بوحدها. ماشي كاينين المبيعات؟ الحمد لله. الحمد لله كاين. انت بديتي في الويب وفي الموبيل هذه سنوات من الاوائل باش ما نقولوش الاول ربما. مرحبا بك طاهر. قبل طاهر معنا محمد بن بوبكر، مرحبا بك. شكون هو سي محمد؟ سي محمد بن بوبكر مدير شركه موبي بلون، شركه مختصه في تطوير التطبيقات على سوغ الموبيل. دينا هذه 5 سنوات وعندنا اختصاص في مجال ديال لي تيليكوم واختصاص مجال لو سيكتور فينانسي. تبارك الله عليكم ومرحبا بك في جينيراسيون نيوز. معنا كذلك ليلى. من تكون ليلى؟ ليلى العفو، انجينيور ديتا انجيني انفورماتيك 23 عام. بديت لا باسيون ديال الانفورماتيك من لونفونس ديالي لاج دو 10 عام. ابري جي ديفلوبي هاد لو سونس جو مسي اورينتي فير الانفورماتيك. يعني من 10 سنين وانت عارفه راسك غادي تكوني في الانفورماتيك؟ وي. تبارك الله عليك. شنو هي المدرسه اللي درتي؟ ليكول ناسيونال سانس ابليكي. شكرا ليلى ومرحبا بك. اكيد نهضروا على المدارس والمعاهد ولي فورماسيون اللي كيديروا التطوير ديال لي زابليكاسيون وسط النقاش ديالنا. اما دابا فغادي نبداو مع اول فقره واللي كتخص الويب واللي هي كود كور ويب. يا ليل ماشي العيب في الزمان ولا فينا، ربي اللي بلانا يبغينا ومازال الخير. هذو هما الكلمات اللي اختار الفنان الصاعد امين الحمري يسالي بهم اول اغنيه ديالو. امين الحمري دوينا عليه ودوينا على القصه المؤثره بزاف ديالو العام اللي فات في جينيراسيون نيوز في شهر ماي اللي فات، بما انه مريض مرض فتاك، مرض خطير ونادر بزاف. هو قدر مالغري هادشي كامل انه يتحدى هاد الصعوبات ويصدر اول اغنيه ديالو من انتاجه من الحانه من كلماته، ودار لها كذلك فيديو كليب. اذا كاين هاشتاغ يا ليل اللي كيهضر على هاد الاغنيه هادي. هو دار هادشي بالمجهودات ديالو الشخصيه دونك اوتو برود. غادي نتفرجوا في هادشي كامل، ودار لنا وسط الكليب واحد الكلان دوي نتفرجوا. تبارك الله عليه. تبارك الله على امين. هو فنان صاعد سميتو امين الحمري، لوريجين ديالو من الرشيديه. هو كما قلت لكم مصاب بواحد المرض اللي هو ضعف في النخاع العظمي، واللي كيكلف العمليه ديالو كتكلف 350 الف
اورو وهادشي ما كيدارش في المغرب كيدار في الخارج فقط. اذا هذا نداء للمنتجين لي سبونسور وعلاش لا المحسنين كذلك وكتبوا عليه هذه السيمانه في مواقع ديال التواصل الاجتماعي وفي بعض المنابر الاعلاميه الالكترونيه. والفيديو تشافت في هذه السيمانه في سيمانه فقط اكثر من 32 الف مره تبارك الله عليه. تعليق على هذا الفيديو وتعليق على هذه القصه ربما طاهر، واش هذا السيد هذا يستحق انه يدوز من خلال ما يسمى بالكراود فاوندين؟ اول حاجه انا بعدا ما بقاش كيبان لي المرض ديالو قد ما ولا كيبان لي الصوت ديالو تبارك الله عليه، زعما واعر زعما الصوت زوين. الكليب الا كان اوتو برودكسيون تبارك الله عليه فريمون داكشي زوين، كتشوف كاين واحد الحرفيه كبيره بزاف. الكراود فاوندين يصلح ليه افكتيفمون. وكنذكر بانه في المغرب حتى دابا حنا كنهضروا بزاف على المغرب، طرات واحد ليستواغ ديال الكراود فاوندين ديال واحد السيد اللي هو كان انجينيور سميتو امين، كان عنده خصو عمليه ديال القلب وفي انترنت كان جمع الفلوس، كان جمع دو ميموار كنظن واحد 100 مليون، كنظن ما بقاتش عاقل لو شيفخ اكزاكت، مي يعني هذه دارت في المغرب وكنشجعوا انه عاود يديرها، والاصدقاء ديالو تكلفوا بهذه العمليه ديال الكراود فاوندين. واللي هو جديد في الامر من ليستواغ امين اليوم هو انه كاين دي بلاتفورم اللي كيمكنونا نديروا بهذه المسائل هذه. دونك واللي من بينهم سمالا اند كو وواحدين اخرين. فوالا وكاين لا بلاتفورم اللي هي كانت فيها نيت 100 درهم بور ايدي اشتاك 100 درهم بور ايدي. متفق مع طاهر شنو قال سي محمد؟ اكزاكتومون سي السيد اللي عنده لو تالون وعنده الموهبه ممكن غير يتضامنوا معاه الناس ويعاونوه. رايي في هذا الفيديو ليلى ليشتي او مهدي مثلا؟ مزيان يخدم الفن ديالو باش الخطوه باش باش يبان وباش يوصل الميساج ديالو، ونتمنوا ليه ان شاء الله الشفاء ويوصل داكشي اللي بغى ان شاء الله. عندك مع كره مهدي؟ وي شويه معي. واخا غادي نهضروا على كره القدم من خلال كود كور واحد اخر. اليوم هذه السيمانه ما عندناش كود كور، عندنا كود كور واحد اخر. الوغ الا قلت لكم ان الكره البالون يمكن له يولي اوبجي هاي تيك، كل واحد فاش كيفكر. كنعرفوا ان كره القدم كتاخذ منا طاقه، نقترح عليكم تشوفوا هذه كره القدم اللي هي كتعطينا طاقه. نتفرجوا. نظام لتوليد الكهرباء داخل كرة القدم من خلال دفعها في هذا الاتجاه أو ذاك، ويتم شحن الطاقة المولدة عبر بطارية توضع بدورها داخل الكرة المجهزة في مكان ما على غلافها الخارجي بمأخذ كهرباء. واتضح من خلال التجارب التي أجريت على هذه الكرة المسماة كرة السكت أن اللعب بها لمدة نصف ساعة يسمح بإضاءة غرفة أو مجموعة غرف مفتوحة على بعضها البعض لمدة 3 ساعات. ويعتقد البعض خطأ أن هذه الكرة هشة، ذلك أن واضعيها جعلوها قادرة على الصمود أمام الضربات العنيفة طوال 3 ساعات، وصنعوها من مواد قابلة للتدوير في 95% منها. وترغب الشركة الأمريكية التي حولت الفكرة إلى مشروع صناعي في تسويقها أساسا في البلدان النامية وبخاصة في أحياء الصفيح والقرى والأرياف النائية لاستخدام في مجالات كثيرة منها شحن الهواتف النقالة وتشغيل أجهزة الراديو والإنارة. هذه اذا فكره ومشروع ديال لايم انرجي وديال انشارتد بلاي ومدعمه من طرف لا فونداسيون كلينتون. الا بغيتوا تكومونديو هذه الكره ولا تهتموا بها ولا تشوفوا معلومات اخرى، الموقع الالكتروني هو socket.org، وهي فكره ديال جوج ديال تلميذات، جوج طالبات امريكانيات في جامعه هافارد تبارك الله عليهم، وفكره ممتازه. واش هذا الشيء مثلا كيدفعك ليلى تفكري في شي مشروع ولا فكره فحال هكا تنجيها وتطوريها انت؟ Bien sûr, mais quand je trouve des idées, ça encourage, ça motive l'innovation en fait domaine. Principalement, il y a cette coura, zouina, من ناحية أنها فحلك تعود طاقات متجددة اللي إحنا كنا عشان بدو الرياح أو على البحر أو لا. أو على طاقة طبيعية. فوالا. ما ديش نوبل لك في الفكرة. كان خصها تخرج بحال اللي مازال يخرج بزاف ديال لي زوبجي بحال هكا كونيكتي، واللي عندهم بحال هكا دي زيد اللي كلشي يولي كونيكتي بوتيتر من بعد الزربياج اللي جا كلشي غيتكون الزربيه كونيكتي كلشي غيتكونيكتي. مثلا هاد الزربيه هادي تعطينا الطاقه مثلا، تقدر تعطيك الطاقه تقدر تعطيك حوايج اخرين. المهم كيفاش حاس براسك؟ كيفاش حاس برجليك دابا؟ صافا بخير مخير من هنا الموسم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله طار عالمي. اذا كره القدم بالون اللي كتلعب به، دونك معروف ان البالون كتضربوا داك الضربو رجعوه هما اوتيليتي باش يقدر يشارجي تليفون ولا يشعل الضو او بولا لمده 3 السوايع. شنو رايك في هذه الفكره؟ يبقى
بقى في الحال. علاش ما فكرتيش فيها قبل؟ لا حتى ما راه كره دويت الدرب اذا كلها بعدا ولا من بعدا اوموا المغرب كامل تالمو لعبت ديك الكره ديال 60 عرفتي ديك ديال 3 دراهم ديال بلاستيك كون ضربت فيها الكره اللي دابا راه دويت كازا كامله. مي بون سي تري تري بون ايدي. حاجه اخرى اللي خص يعرفوا الناس بان هذا الشيء ديال الطاقه راه ولاو فيه بزاف ديال الافكار جداد ديال نقدر نقول لكم بحال دابا واحد الفكره اللي هي خطيره الناس ما عارفينهاش انا كاين بعض السيارات اللي هي الكتريك الا كنتي غادي انت في الطريق والباتري كتكونسومي فيها يمكن لك انك انت غادي وكتمحد كتفراني واحد لو سيستيم دو كوندويت كتاليمونتي لي باتري ديالها يعني الطاقه المتجدده راه مهمه بزاف جات ولتي ديال الكره جيسبيغ كو غادي ان شاء الله صافا انسبيري المغاربه ديالنا حتى هما جاهم كما قال اخ مهدي افكار اخرى وفي البرازيل داروا ما اكثر من هذا الشيء داروا واحد العشب اصطناعي اللي تحت منه واحد الصفحات مغناطيسيه اللي كل ما ازدح فوقو بنادم جرى فوقو بنادم كل ما كيشارجي وكيضوي التيران باش يقدروا يلعبوا في الليل وبولي اللي دار التدشين ديال هذا الشيء شنو بان لك انت يا سي محمد في هذه الافكار؟ بالنسبه لي هذه افكار بسيطه افكار حمقاء ولكن الدوله ولا كاينين دي بلاتفورم اللي تيشجعوا هذه الافكار بانهم يوليو رياليتي ودي بيزنس رونتابل اي مونديال اي انترناسيونال بحال لا فونداسيون ديال بيل كلينتون اكسيتيرا هي افكار بسيطه ولكن كيفاش تولي هذه الافكار تتخدم وتتولي افكار عندها بعد عالمي هذه هي في التحيه ديالي انا مازال ما وصلناش لهذا المستوى هذا بالنسبه للمغرب ديالنا خاصنا نشوفوا هذه الافكار البسيطه كيفاش نشدوها ونعاونوها وندفعوها باش تولي افكار عالميه. ذكرينا بالمشاريع ديالك ليلى ولا شنو ديجا ديفلوبيتي واحد لي دو زابليكاسيون او روبو ابليكاسيون ياك دولينا عليهم. Parmi les projets, oui. Développer un robot, il est autonome. Développer l'intelligence artificielle, il est capable. Il a un obstacle. Il peut dévier. Ce qui fait, c'est une idée très simple. Ou ma katqamch vraiment walou ou zama ça peut être zama innovant par exemple quand on dit ana had le robot alors déjà kayna genre l'aspiration déjà fahalak walakin chnou kidir dak le robot مثلا chnou kitsakhir li ki لا pour l'instant il est juste autonome فيما حطيتيه n'importe quel labyrinthe il peut zama Euro tracker, c'est quoi? C'est comme l'oiseau voleur. Je vais traquer les billets d'euros. Genre, par exemple, si j'ai supermarché, attaque les pièces de monnaie, attaque des billets d'euros. On dirait que le système les sort. Vous avec le numéro. Ce qui aura chouf avec le billet mindez. Genre, l'Allemagne, la France, voilà. والقضيه مازال ما كايناش في الدرهم مثلا ما نقدروا نديروها حيت هما عندهم نيميرو دو سيري وي نقدروا نديروها وي بيان سور اي ميم درنا بلوس في هاد لابليكاسيون ديالي درناها اندرويد او ليو دو سيزير داك لو كود اوتوماتيكمون يسخا ديتيكتي بلاباري فوتو ديجا درناها بحال كيو ار كود سي دو سي ار سي لا ريكونيسونس دو كاركتير فوالا تبارك الله عليكم واخا دابا عاد ناتاكيو دابا الموضوع ديالنا اللي هو لي زابليكاسيون موبيل ويب اي او اس واندرويد قبل ما نلونسيو لو زابينغ اللي كنفتتحوا به النقاش كالعاده جينيراسيون نيوز غادي نسولكم على شنو كتعني لكم ولا كيفاش ممكن تلخصوا التطبيقات المغربيه في كلمه وفقط في كلمه مهدي لي زابليكاسيون موبيل في المغرب في كلمه مازال شويه الطريق مازال شويه الطريق بالنسبه لطاهر قليله بالنسبه لسي محمد بالنسبه لسي محمد بن بكر سي اون باسيون بالنسبه للموبي بلون سي ان باري وبالنسبه للماروك سي اون اوبورتونيتي دونك جوج اراء شويه سلبيه راي جد ايجابي ليلى في كلمه كاين لي كومبيتونس ولكن ما كاينش لانكوراجمون خاص مازال اللي يعاون اذا شفنا لي زابليكاسيون ما كان في كلمه واحده دابا نتفرجوا في هذا الزابينغ أبس مغربية 100% واللي هي غادار ماروك تطبيق كيمكنكم من التعرف على كل نقاط المراقبة التلقائية أو لغادار غادار ماروك كيقوم أيضا بحساب سرعة سيارتكم الاستعمال ديال التطبيقات قدر أنه يتجاوز الاستعمال ديال المواقع الإلكترونية بمعنى آخر أن لي زابليكاسيون ولاو كيقتلوا لي سيت ويب بطبيعة الحال إلى درجة أن الآن كل شيء بغى يدير لابليكاسيون ديالو Les Marocains ont la capacité de, ont la capacité technique et la créativité et l'esprit inventif et le sens du commerce pour développer des applis qui pourraient marcher
au Maroc, régionalement, internationalement. دخل صحتك حيز التطبيق منذ شهر مايو الماضي، حيث عرف نجاحا كبيرا خوله الحصول على أحسن تطبيق على المستوى الإفريقي في مجال الصحة، واختياره ضمن 5 أحسن تطبيقات على المستوى العالمي. Hello Food, meilleure application mobile marocaine de l'année. وتوصلوا باستثمار ديال 120 ألف دولار، وتم تقييم ديال لابليكاسيون ب 1,600,000 دولار. كنصرح الا جيتي تشوفوا، حنا المغاربه تقريبا كنا حنا الاوائل في التطبيقات ديال الهواتف النقاله. انت فاش كنا كنمشيو عند مالي التليفونات باش انستاليو لينا لي سونري ولي جو. سالتوا معنا إذن هذا الزابينغ اللي كان فتحوا به نقاش ديال جينيراسيون نيوز، تفاعلوا معنا وعطيونا الآراء ديالكم والتجارب ديالكم. إلى شي أبليكاسيون كتعجبكم أو ما كتعجبكمش، أو أنتم طورتوا أبليكاسيون، فيدونا بالتجربة ديالكم على مواقع ديال التواصل الاجتماعي. الصفحة ديالنا على فيسبوك هي جينيراسيون نيوز، وعلى تويتر هاشتاغ استعملوا هاشتاغ جينيراسيون نيوز. شنو هي بالنسبة لك مهدي الصورة أو الكلمة اللي طارت الانتباه ديالك في هذا الزابينغ؟ هي لابليكاسيون اللي ديفلوبات لا سوسيتي ديالنا بانتي الاولى غادار ماروك، ومن بعد كل شيء زعما كاين دي بروجي، كاين دي زيفينمون اللي ولاو جداد في المغرب اللي كيهتموا بهاد لي زابليكاسيون ماروكان، مازال خصهم يزادوا شويه وان شاء الله نتمنى لكم اكثر ديال. حتى انتم سي محمد ديفلوبي شي واحد لابليكاسيون اللي كتهتم بالسيارات، طريق السيارة ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا لا، حنا شنو اشهر ابليكاسيون ديالكم؟ حنايا تنطوروا تطبيقات للشركات ديال التليكوم السيكتور فينانسي ايتترا، ما تنديروش دي زابليكاسيون ديال موبي بلون في لو ستور، تنديروا دي زابليكاسيون لناس واحد اخرين. سور كوموند. سور كوموند. داكور. طاهر علامي شنو بان لك في هذا الزابينغ؟ بان لي واحد لافيغورين مشات للسباس، اللي هي تقدر تبان حاجه عاديه اليوم، لان افيكتيمون سي ان سيرفيس اللي كاين يمكن نشريوه، ولكن بالنسبه لي انا حاجه مهمه بزاف، لانه سي ان جون ماروكان اللي دارها. ولانه دارها بواحد الطريقه اللي هي ماركتينغ باش يطلع بالمغرب وباش يطلع بالمنتوج ديالو، وهذا المنتوج اللي هو سي كارت بوان ايما، منتوج ممتاز بالنسبه لي لانه سي لو ستريت فيو ماروكان. انا كباسيونيت الويب وبزاف بحالي دابا كيتفرجوا، كنتسناو شحال هذه تجي جوجل المغرب، وكانوا كيقولوا غتجي في 2015 ومحاش غتجي بالستريت فيو، ولكن اليوم اي واحد اللي هو عاشق هذاك ستريت فيو ديال جوجل بغى يشوف يتسارى في المغرب يمكن له يدخل هاد كارت بوان ايما ويمكن له يتسارى مع راسه. دونك هذا هو الكود كور ديالي. تبارك الله على مروان الفريق ديالو اللي ديفلوبا كارت بوان ايما، واللي هي ميور ابليكاسيون ويب هذا العام. بالنسبه لك بن بوبكر شنو بان لك في هذا زابينغ؟ زابينغ هو لي زوبورتينيتي تنشوفوهم، لي زوبورتينيتي ديال ابليكاسيون موبيل والتطبيقات هادو كاينين. ميتنون دابا شنو خاصنا نديرو؟ كيفاش لي ديفلوبور يلتحقوا بنا في هذا المجال ديال التطبيق، تطوير التطبيقات، وكيفاش يكون ان بيزنس رونتابل لي ديفلوبور لي كونسوماتور لي زونتربريز وكل شيء. دونك يتكريا ان ايكو سيستيم اكيليبري انت ديفلوبور انونسور كونسوماتور وكل شيء يلقى ديالو. لحد الان مازال ما عندناش ليكو سيستيم، داكشي علاش غادي نسولك دابا شويه نكملوا الدوره ونسولك على على البيزنس، على السوق ديال التطبيقات وعلى لي بروفيل واش كاينين ولا قلال. بالنسبه لك ليلى شنو هي الكلمه او الصوره اللي طارت الانتباه ديالك؟ اول حاجه كنقول ان ملي كنشوف دي زابليكاسيون بحال هكا راه كتفرح الواحد، كوم كوا لو ماروك وصل لهاد لو ستاد. بالنسبه ليا جي تي ماركي بار داك لو رادار ماروكان، دونك المغاربه عندهم دي زاستوس بور ديفيي لو رادار. سمحي لي ماشي بور ديفيي لو رادار، هذاك سي اون ابليكاسيون شويه. انا لا اون ديتكت با لي رادار، مي اون انفورم جوست زعما السائق اللي هي كاينه الباز دو دوني اوفيسيال ديال لو مينيستير اللي كاينه اون لي، اللي كلشي يقدر يعرفها. حنا غير كنقولوا كونكو راه كاينه سينيال رادار فيكس في واحد النقطه، مي هي لابليكاسيون الغرض الرئيسي ديالها هو المرافقه ديال السائق باش ما يديباسيش لا فيتيس ليميت، ويكون ديما فين ما يفوت باغ اكزومبل 60 كيلومتر في الساعه في المدينه لابليكاسيون كاسوني تقول له عندك راه هذا. دونك هو الغرض الرئيسي ديال لابليكاسيون ماشي هو تكونتورني لا لوا، مي تعاون السائق. واش كنعرفوا انا اسمح لي قطعتك. لا تفضل هي معروفه في العالم كامل عاوتاني، وداك الشيء علاش في المغرب درناها حتى حنا.
انه خاص من الخطر اللي كتقدر تلقى في الطريق هو انه كتلقى رادار على غفله كيفراني شي واحد كيطراو المشاكل. داكشي علاش كساسوا على برا ولا كساسوا حتى في المغرب دوبي كالكو زاني عند كتعلم على الرادار قانونيا كتعلم على الرادار. داكشي علاش هاد التطبيق هذا راه قانوني وعندك لافورماسيون راه الي بوبليك تاعي راه في السيت ديال المينيستير دو ترونسبور كاينه ديال البوزيسيون فين كاين شاك غادار. و بيتي كود غول تاع نزيدو من عندي هاد لي غادار راه اغلبيتهم ما بقاوش خدامين تاهي راه انفورماسيون بوبليك. غنبقى معاك طاهر، بالنسبه ليك شنو هما التطبيقات المغربيه اللي كيتمشاو بزاف؟ كيتمشاو بزاف من اين ناحيه؟ من ناحيه الفلوس، من ناحيه المضمون، من ناحيه الفكره، من ناحيه التطبيق المغربي. انا كنصنفو لجوج ديال الانواع. النوع الاول هو تطبيق مغربي مصوب مغربي باش يتستعمل في المغرب، مثلا غادار ماروك. وكاين تطبيق مغربي مصوب مغربي ولكن باش يتستعمل على برا. وانا هذا النوع ديال التطبيقات هو اللي كيهمني بالاكثريه، لانه هو اللي كيكون فيه واحد التشالنج كبير بزاف، وكيكون فيه زعما واحد خص يكون ولا بد مستوى عالي باش تكون نتايا زعما في الانترناسيونال يكون عندك دير بلاصتك فاسيلمي. واش كيتمشاو ولا ما كيتمشاوش؟ لو برومي ولا لي دو برومي اون فادير انديكاتور، اول واحد هو انه شحال من واحد كيستعمل لابليكاسيون. فهمتي؟ وكنظن بانه حتى انا جي سيتي في الاول لي غادار راه كي عنده اكثر من 2 مليون ديال المستعملين، منهم 200,000 اللي هما اكتيف. والانديكاتور الثاني كتلقى بانه من غير المستعملين شحال كيدخلوا ديال الفلوس. وباش نعطي غير امثله اخرى حيت ما كاينش، باش ندخل نيت واحد النوع اخر ديال لي زابليكاسيون نونسيو حتى هو، هما ديال لي ويريبل ديفايس. ويريبل ديفايس ولا هما كيسكون ابل بالانجليزي عاوتاني انترنت اوف ثينجز، الانترنت دي زوبجي، هما ملي كتلقى شي واحد لابس شي حاجه في يديه ولكن هي مكونيكتا في انترنت. مثلا حنا درنا واحد التطبيق بحال هاد لي براسلي هذا درناه، عندك تيليشارجا 200,000 مره. دونك ديجا مستعمل هذا ستاتستيك ديال شهرين. هذا البراسلي مغربي؟ لا البراسلي ماشي مغربي، هذا ما نقولش السميه ديالو، مي هذا سي ان براسلي تاكتيل. تاكتيل حتى هو المهم فيه ما يدار. ماشي غير واحد عليك انت نضحك معك تفضل نجيب لك اخويا تستاهل بيناتناش هاك سيدي كنضحك معك. لا فازي بس الله يرحمك. انا داك الشيء عطاك تابليت شوفونا الناس اصاحبي. لا تفضل كمل. على اي حال دونك هذا التطبيق هذا مثلا اللي حنا درناه تيليشارجا اكثر من 200,000 مره وكيتستعمل. هادو هما لي زانديكاتور بالنسبه لي ديال النجاح. ومن بعد كيجيو الفلوس بيان سور. واحد التطبيق اخر اللي هو باش نونسي ليدي الاخرى ديال الانترناسيونال هو انه لونسينا هادي شهرين تقريبا قلت 3 شهور واحد التطبيق سميتو ايميل دود دوت نت. هاد ايميل دود بوان نت شنو هو؟ واحد التطبيق درناه بالنسبه لواحد لاكتيفيتي بريسيز في الميل اللي هي فيها في العالم كامل، اون كومونس ا كونكورونسي في العالم يعني على برا الشركات الكبار. وفي ظرف 3 شهور فقط ولا عندنا تقريبا اكثر من 400 لا اكثر شي 500 كليان، وبرانسيبالمون في دي بي اللي هما في لافريك وداكشي. وفي المغرب عندنا كليان واحد، يعني هذا هو باش من بعد نحلوا لابارونتيز ديال الانترناسيونال. يعني شنو خصنا نلعبوا على العالميه؟ خصنا نلعبوا على السوق الخارجي. حتى المغرب شنو عندنا في المغرب زوين؟ عندنا المغرب انه كاين لي ريسورس مزيانين، لي زيدي مزيانين، ولكن مالوغوزمون 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 لو مارشي صغير. شنو هو المارشي صغير؟ بالشيفر. حنا في الشيفر اوفيسيال الاخر 16 مليون ديال لي زانترنوت. لي موبينوت هما اللي غادي يطلعوا لنا القضيه مزيان، يعني كلشي عنده سمارت فون. عندنا 8 مليون تقريبا، هو غيصح ليا تقريبا 8 مليون بلوس ديال لي سمارت فون اللي كلهم يستعملوا التطبيقات وداكشي. ولكن اللي كيهمني بشحال من واحد كيشري في انترنت، يعني بشحال من واحد يقدر يستعد انه يشري. كاين اسيدي 150,000 واحد اللي كيشري. ديك 150,000 واحد اللي تجي كتشري فهمتي، بشحال من واحد كيشري في هذا التطبيق؟ راه الاغلبيه كيخلصوا غير الفاكتورات ديالهم ديال التليفون والانترنت ويشريوا البي دافيو وهذا فهمتي. دونك هذا هو المشكل. علاش كنفضل انا نشجع، كنفضل نشجع لي بروموتور زعما لي بورتور دي دي ماروكان انهم يمشوا للانترناسيونال باسكو انهم يبقاو في المغرب. واخا طاهر، اذا كنا كنهضروا قبل على هجره الادمغه، واش ممكن دابا نهضروا على هجره التطبيقات؟ عندي واحد الصديق رشيد جنكاري تيقول لهم الحريق التكنولوجي هي هذه. سيتادير دابا ولينا تنستعملوا بزاف لي زابليكاسيون موبيل اكسترن ديال الخارج، واتساب، فيسبوك، تويتر. كاينين منهم شي حاجه مغربيه هادو قليله، دونك دابا تنستوردوا بزاف ديال لي زابليكاسيون. دونك باش نرجع لي زابليكاسيون موبيل في المغرب،
جينيرالمون لي زابليكاسيون ديال الكونتوني ماروكان في المغرب مصايبين تيكون ان ديفلوبور اجتهاد منه ولا فيك باسيون طور واحد التطبيق اللي بحال هاد لا جينيروزيتي ديالو تيقول غندير واحد التطبيق اللي تيعالج واحد 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 الموضوع. بالنسبه ليا ماشي سي با اون ستارت اب سي با ان بيزنس سي با ان تروك كي ديفونير مونديال. ماشي هادشي اللي غادي يولي واتساب مونديال, ماشي هادشي اللي غادي يولي تويتر فيسبوك ولا شي حاجه. خاص لي ديفلوبور بحال اللي قال طاهر يبداو يفكروا دون فاسون ريجيونال ولا مونديال ويجيبوا يديروا دي ليفي دو فون يكبروا الشركه ديالهم يركروتيو الناس معاهم ويكون لو بيزنس بلوس ريجيونال مونديال باسكو المارشي ماروكان الي ليميتي بغينا ولا ما بغيناش المارشي ماروكان الي ليميتي في لا طاي ديالو في لا كونسوماسيون ديالو. دونك اون بو فاليدي لا تكنولوجي اون بو فاليدي لو بوزوان مي رابيدمون خاص يكون بوزوان مونديال باش نوليو حنا تنصدروا ماشي تنستوردوا. شنو بالك في هذه الفكره؟ واش نخدموا دي زابليكاسيون للمغرب وفقط للمغرب ولا نخدموا شويه ديال لي زابليكاسيون للمغرب وكذلك للسوق الخارجيه؟ ليلى حنا نورمالمون في المغرب عندنا دي كومبيتونس فريمون دي كومبيتونس اللي تقدر دير لا كونكورونس مع لو موند زعما لو موند على شلون انترناسيونال. ولكن المشكل اللي كنلقاو بروميرمون ان هاد لي ديفلوبور باغ اكزومبل كي عنده اون ابليكاسيون ياك كيشارك في دي كومبيتيسيون باغ اكزومبل ماروك ويب اوورد ميديتيل تشالنج بي ماي اب لي هاكاطون هذوك عرفناهم سون فير دو لابوب. ولكن المشكل ديالنا اوكي اون فوا هاد ليدي زعما الا واحد لو بري ما كاينش ان سويفي qui encourage pour l'amélioration de l'application, pour l'exporter à l'échelon international ou là y ajouter plus de fonctionnalités par exemple. Le deuxième problème, même ceux qui ont des idées innovantes ou pas, mais qu'est-ce un suivi ou là un vrai encadrement pour voir ce qu'on cadre de l'opéra. Tiens, malheureusement, c'est vrai que le développeur, c'est qu'on a de la technique, vraiment, il est top, innovant, mais qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on a le sens de marketing, je sors nos barres et. Je suis moche qui est لا يكون كيعرف يهضر ويبيع راسو ويبيع البرودوي ديالو يبيع يشوف حتى الفكره كيف مارشي فهمتي جونغ لو مارشي باغي باغ اكزومبل غادار ولا باغي دي تروك ديال لاكار ولا المركوب ولا هذا يشوف ليدي وعاد يشوف ثاني كومون زعما كيفاش يوصلها الناس حتى الاركيتكتشر ديالها الديزاين ديالها ما يحتاج ان كيد ليها باش تخدم بها دي تروك بحال هكا. واش يمكننا نقولوا ان الفكره ما كافياش باسكو كاينين شي افكار تبارك الله لا في لي ديفلوبور المغاربه لا في العرب لا في لي زيترونجي كاينين شي افكار كتقول فالي بونسي كانت خاصها تكون عندنا مثلا هذيك الكره ولا الى اخره. واش الفكره كافيه او ما كافياش؟ الفكره ما كافياش حيت ماشي ضروري ما تكون جديده هذه الفكره ولا انوفونت تقدر تكون شي فكره قديمه وداروها الناس ولكن الا عرفتي تخدمها وعرفتي كيفاش ترد بها شي حاجه اللي غتنفع الناس بزاف فهمتي زعما ديك الفكره تطورها مزيان وتكون فيها التكنيك وهذا وما تنساش حتى الكونتوني ديال هذا الفكره ولا هذا البروجي ديالك خصو كيفاش تكون بريزونتي خصو يكون داكشي ارغونوميك واحد ما النيفو ديالو عادي في هادشي ديال في لا تكنولوجي يعرف يخدمها يعرف يفهم شنو خصو يدير ويستافد منها هذا هو. نرجع للمدارس المعاهد انت قريتي في ليكول ديالك وكاينين واحد دو تخوا زيكول تقريبا اللي كي واش ممكن نقولوا خلاصه انه يمكن لك تبدا انجينيور وتسالي ديفلوبور زعما درتي فورماسيون باش تولي مهندسه باش تولي انجينيور ديتا اون انفورماتيك وكتولي ديفلوبور او ديفلوبوز ديجا بوغ اتر انجينيور راه كيعلموك لي تيك لي لا باز ديال لو ديفلوبمون سكي في باغ اكزومبل كيعطيك لي لونغاج دو بروغراماسيون دو تون تي جا Pascal, Cobol, pour acquérir de la base, pour être adaptable, pour suivre les nouvelles technologies, Android, iOS, etc. Pour l'ingénieur, pour qu'il s'oriente uniquement vers le développement, c'est un choix. Sauf que pour moi, je pense que se focaliser uniquement à le développement, ce n'est pas assez intéressant pour la concurrence sur le marché. خاصك تعرف حتى كوتي ماناجمنت كوتي ماركتينغ تعرف كيفاش تبيع راسك تبيع دوك لي زابليكاسيون اللي كتحط. يعني الواحد خاصو يكون ديفلوبر ولكن يدير حاجه اخرى اكوتي. بيان ماشي يدير حاجه اخرى اكوتي خاصو يكون كونسون شنو واقع في لو مارشي. متفق مع ليلى سي محمد؟ انا بالنسبه لي هذا العالم ديال لي زابليكاسيون موبيل لي زوبجي كونيكتي وشي حاجه تتفرض
بوكو داجيليتي وشي خاص لانجينيوري خاص لانجينيوري بحال دابا حنا في موبيلون حنا 30 ديال المهندسين باش تخدم مع لي زوبيراتور تيليكوم باش دير لو سيستيم دو فورماسيون ديالهم تخرجوا سوغ موبيل ولا لي بانك ولا لا بورس دو كازابلانكا ولا لي زاسورونس خاص لانجينيوري بور maîtriser l'information, l'exposer, la diffuser, la sécuriser, etc. Donc, ce n'est pas que du développement, il y a une interface avec un bouton ou deux boutons, mais c'est un process. يعني هاد لانجينيوري و تصلح فاش تكون دي زابليكاسيون كبار يعني ان سيستيم دافورماسيون ديال لو غوفرنمون ولا ديال اون بورس ولا اون اسيورونس ولا ان تيليكوم باش تولي تتبان في لابليكاسيون موبيل بطريقه سهله كاين بزاف ديال الحوايج اي بوكو دانجينيوري اي بوكو دو بروسيس اللي خاصها تتبعهم باش تولي لابليكاسيون انتم الشركه ديالكم هذه 5 سنين 6 سنين وهي كاينه 5 سنين عندكم دي جون ديفلوبور دي زومبلوي واش كتلقاو صعوبه باش تركروتيو هاد لي بروفيل هادو سهل وصعيب على حسب ليكزيجونس اللي عندنا يعني بعض المرات خاصنا دي بروفيل يكونوا دي سينيور اللي عندهم عامين 3 سنين 4 سنين يكونوا تيعرفوا شويه شنو يديروا باسكو عندك دي كليون اكزيجون وبارفوا تقول نجيبوا سورتي ديكول افيك ان بروجي دو فان ديتود ولا شي حاجه اي جوري لو طون دو لو فورمي ويتعلم ونخلي على راحته يتعلم يواكب دونك عندنا اوني اشيفال اونتر دابا باغيين دي بروفيل سينيور passionné etc ou la formation pour avoir une pépinière mais oui et non ما كتخدموش مع لي ديفلوبور فريلانس مثلا لا موبي بلون حنا عندنا قاعده من النهار الاول كل شيء في ليلى شي اضافه نزيد واحد الاضافه ان il faudra distinguer ما بين ingénieur ou développeur علاش حيت par exemple عندنا une application application c'est quoi comme un fini comme chaque produit fini خاصها تتبع واحد le processus dès que le processus qui qu'on fait un élément d'entrée qui qu'on fait واحد le traitement un élément de sortie. Dès que l'élément d'entrée est là, qui connaît un cas, par exemple, un cahier de charge, qui gère tout, dès que le client qui a été là. En tant qu'ingénieur, tu vois l'étude de faisabilité des fonctionnalités qui sont là. Est-ce que c'est faisable ou là la technologie qui est là, c'est que ça a été fait dans le développement. Ce qui fait, il a, si on focalise la personne réelle au développement, on va négliger la phase claire de l'étude. ce qui fait on doit vraiment distinguer les deux choses هاد كنخرجوا واحد التفقش متفقش على بزاف ديال الهضره اللي تقالت حيت متفق على البرينسيپ طاهر ومن بعد مهدي تفضل طاهر الا سمحتي مهدي متفق على البرينسيپ ديال الانجينيور ولكن ما متفقش على لو مو انجينيور بوركو باسكو دابا الناس اللي كيتفرجوا فينا كيحسبون باننا كنهضروا على الانجينيور هذاك اللي هو في الدبلوم و جو بونس كو راه هو شنو بغاو يعنيو به مي بيرسونيلمون انايا زعما كمدير شركه وشي واحد اللي سنين وسنين وانا كنركريتي في الناس كناكد بان بالنسبه لي انا بعدا شخصيا ما كيهمنيش نهائيا الدبلوم اللي كيهمني هو الشخص خصني لانجينيوري انا السيد اللي هو كيفكر وكيكون الي باسيوني وباش نعطي احسن مثال هو واحد السيد اللي هو نورمالمون ماشي انجينيور ونورمالمون غير ديفلوبور عادي وميم با تا ديفلوبور اللي هو اصلا عنده ديبلوم في الغيزو وداك الشيء ولكن باسيوني بالديفلوبمون اشتغل معنا واحد المده وسميت السيد عبد الاله صواب اللي هو اليوم ولا لاسوسي ديالي يعني ولا هو الشريك ديالي في الشركه فهمتي وماشي انجينيور دونك الناس والناس عنده ديبلوم تعلم اوتوفورماسيون والناس فوالا الناس بزاف بحال عبد الاله فريمون بزاف اللي هما ومنهم انا ما انا تحطني قدام انا انجينيور اللي هو مثلا قاري غير انترنت وبكل زعما موديستي ميزا باغ زعما نحيدوا التواضع هذاك غادي تلقى بانه سميتو وعلاش هذا الميساج اللي بغيت نوصل ليه مهم بزاف هو انا هذاك السيد اللي كيتفرج فينا دابا وكيقول لوالديه سمحوا لي غنجهد في الصوت حيت سا مانتيريس جو مي ا سا بلاص حيت انا كنت بلاصتو في شحال هذه بغيت يعرف بان راه ماشي ولا بد تكون انجينيور باش توصل تكون دير لي زابليكاسيون كسا سوا موبيل ولا ويب ولا بزاف ونقدر نعطي الامثله بزاف ديال لي جون اللي هما في المغرب ايزون غيوسي في الانترناسيونال وماشي ديال انجينيور ما كنهبطش من قيمه لي انجينيور بيان سور حتى هما عندهم بلاصتهم غير كناكد خاص يكون الفرص تكون واضحه من الاول بان راه كلشي كينطلق من واحد النقطه اللي كلشي بحال بحال يعني يقدروا الشباب يكونوا كيتفرجوا فينا عندهم باك ولا كاع باك بلس 2 ولكن ويفزين وعندهم على بروغراماسيون الكوداج الديفلوبمون الى اخره شنو يتعلم يولي هو كيصوب لي زابليكاسيون احسن من الماجور برومو ديال احسن مدرسه انجينير ولكن واش هادشي لدرجه انك كتقول ان ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون ساهل هادشي اللي كتقول لا ما كنقولش ان الديفلوبمون دي زابليكاسيون ساهل كنقول ان الديفلوبمون دي زابليكاسيون ساهل لشي واحد اللي بغى يتعلمو ويلي باسيوني اون دوطخ تيرم شي واحد اللي هو انجينيور وما
ça lui dit rien ماشي ما على بالوش ما باغيش لي زابليكاسيون موبيل وجبتي اون فاس دو لوي كلكان اللي هو ماشي انجينيور ولكن عنده ديك حر باغي يتعلم راه غادي يتعلم ويتعلم ولكن انا انجينيور راه سي اون دو با فوكاليزي ان انجينيور في لو ديفلوبمون ان انجينيور سي كلكان كي في اون ايتود كي لا il va suivre واحد لو بروسيسوس pour avoir واحد لو برودوي اللي هو غير اون ايدي pour en faire واحد لو برودوي فيني اللي كي شنقول لك qui va satisfaire avec le client. Hit un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait, Floul? Il va d'abord tu as tenu d'abord un client. Sur le hashtag, sinon le hashtag, quel hashtag? Hashtag Génération News. J'ai oublié le hashtag. Qu'est-ce que le hashtag? D'abord un client par exemple. Un client par exemple. La compétence ou la passion qui doit être encadrée. Mais d'abord, la passion, un développeur en informatique, il est compétent. Mm. Mais si on ne va pas l'encadrer, si dès que le travail il n'est pas structuré, mais il ne va pas suivre l'architecture. Là, il va être structuré. Là, la passion, il est important. Donc, elle doit être bien encadrée. Il ne faudra pas mélanger entre un ingénieur et un développeur. Il ne faudra pas vraiment négliger la phase d'études. On ne néglige pas la méthodologie. راه سي ميتي زعما فريستايل اورغانيزي يعني راه ما عندوش 8 12 جوج ما كاينش داكشي مع 11 ونص ديفلوبي واحد لابليكاسيون اورغانيزاسيون ديال الفوزابيليتي اسمح لي هاد الميتي هذا راه ما كيحتاجش داك تفيق مع 8 باسكو سي ميتي انتيليكتويال يقدر واحد النهار الصباح بغيت نديفلوبي ونقدر نخدم من 8 حتى ل 10 الليل وواحد النهار اللي ما عنديش الكانا باش نخدم دونك ما كاينش ديك القضيه ديال خصك داكشي ستركتوري وكذا ودازو معنا الناس وكنعرفوا الناس اللي ما عندهمش حتى شي ديبلوم فتح عندهم غير الباك وي سون باسيوني بهذا الدومين هذا وكيبحث سهران ليل ونهار وخدام وكيبحث كيقلب ما كيخرجش ما عندوش شي ترفيه اخر من غير داكشي اللي كيعجبو غير باش نسدوا هذه النقطه هذه كاين اللي اوتو فورمي اللي ما قاريش وما قدرش ينجح واخا عنده لو طالون هذا وكاين لي انجينيور ونجح وكاين انجينيور اللي ما قدرش وكان ان الاغلبيه يعني كاين الخايب والمزيان هنايا وكاين الخايب والمزيان هنايا ميثوديك فوالا كنقول لا ستركتور بغيت نسولك الطاهر على لي كونكور والمسابقات ولي زيفينمون اللي كيكافئوا لي ديفلوبور ولي زابليكاسيون قالت قبيله جوستومون ليلى انه ما كاينش تتبع من بعد واخا كاينين بعض الامثله اللي كيتركروتاو في هذيك الشركه اللي كينظموا لو كونكور شنو الراي ديالك في هذا الوغ راي ديال لي هاكاطون لي هاكاطون باش نسيتو غير كلكوزا مهمين عندك مثلا في المغرب الا قلت لان الديفلوبور يمكن ليه يربح طوموبيل غايقول لك ويلي ما يمكنش كاين واحد بالضبط يمكن نقولوا الاسماء الا نسيتوهم بزاف اللي يمكن الاسماء ميديتال اب تشالنج ربح الطوموبيل وباش ما نسيتوش غير ميديتال اب تشالنج كاين انويديز لانه واحد من التطبيقات اللي كانوا فيناليست ربح ان بري في لو موند عرب اللي سميتو ترومبيا هذاك لو جو هادشي كله كيشوفوه الناس متبعينه وكيعرفينه ولكن اللي خصني ناكد عليه هو انه ما كاينش غير هاد لي هاكاطون في المغرب راه كاين حتى دي هاكاطون في لو موند عرب انا غير هادي 3 شهور كنت في هاكاطون سميتو هاك اكسبور دون لو كادر ديال لا فرانكوفوني يعني كان فيه 68 بلاد وكان فيه المغاربه ايزون بارتيسيبي وكان فيه دي غانيون ايتترا وكاين بيانتو في جويي في ليج في جويي دون لو كادر ديال السومي دلا فرانكوفوني في ليج ان هاكاطون سميتو هاك اكسبلور خص المغاربه دابا اللي هما جوستومون باسيوني وبغاو يديروا تطبيق في الاوديو فيزيوال يدخلوا ويتسجلوا باسكو يقدروا يمشيو حتى هما ويربحوا ما تعرف هاد لي كونكور عندهم اهميه كبيره ديالهم في عند لي ديفلوبور ماروكان مهدي قبل ماشي كاين دي كونكور في المغرب كاين دي بري اللي كيكافئوا هاد التطبيقات المغربيه ولكن كنظن الراي الشخصي ديالي ما كتكونش عليهم واحد الكوميونيكاسيون كبيره لان اغلبيه ديال لي ديفلوبور اللي عنده دي زيدي وعنده دي برودوي صغار اللي يقدر يشارك بهم ما كتوصلهمش الاخبار دونك بيكو كتلقى غالبا ما نفس الناس اللي مشارك في هذا الكونكور هو نيت اللي مشارك هنا وبزاف المرات كتلقى نفس لو برودوي اللي دا بزاف ديال لي بري هذا كنظن يعني انه نقص من الكوميونيكاسيون بالاضافه انه كاين غير فلاكس كازا غابا
انا كنأكد على هذه القضيه. داكشي هاك اكسبلور كان مزيان حيت مشاو حتى المكناس وستارت اب ويكاند تاهما مزيانين كيديروا المغرب كامل شويه. هذا هو المشكل انه كيبقى في ديك لاكس كازا غابه حتى يخيب. مي مهمين باسكو كيكون لا ديتيكسيون دو طالون ومنهم كما قلتي انه كاين بعض الشركات كتركروتي من لي هاكاطون وماشي غير مره ماشي جوج بزاف ديال لي زيكزومبل بحال هذا اللي تركروتاو. عطونا الاراء ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الصفحه ديالنا هي جينيراسيون نيوز واستعملوا هاشتاغ جينيراسيون نيوز باش تعبروا على الراي ديالكم. تويتر ديالي تويتر ديالك شنو هو؟ @ طاهر علامي @ عالمي @ كانت شي حاجه خايبه قولوا لي هاشتاغ جينيراسيون نيوز غتلقاونا كاملين تماك نجاوبوكم ما كاين حتى شي مشكل. سي محمد انا كنحلم مثلا بموبيل بهاتف ذكي فيه كاع التطبيقات مغربيه، واش غادي يبقى حلم هذه الفكره ولا ربما شي نهار تحقق؟ هذا لو فران ديالو هو ما كاينش اب ستور ماروكان، ما كاينش دي ستور ماروكان. علاش ما كاينش لي ستور ماروكان؟ ما كاينش لا كارت بونكير اون ديفيز كونفرتيبل. دونك حنا دابا المشكل لو فران. انا ما متفقش معك، سالي ورجع لي. لا بقاش دابا كاين لي ديفلوبور عندنا تنديروا بحال في ايفون فاش نديروا اون ابليكاسيون سور ايفون تنديروها في ستور فرونسي ولا في ستور امريكان، ما كاينش ستور ماروكان. داكور دونك لي جون الناس ما تيقدروش يشريوا تطبيقات في لي ستور. دونك ما كاينش عندنا ان ستور فيديراتور ماروكان ناسيونال، كلشي تيديفلوبي تيدير دي ستور اترونجي وما كاينش دي مود دو بايمون لوكو اللي يقدر يعاونوا لي ديفلوبور. ولكن لا فراز صحيح واحد هو انه عنده الصح كان لا فوت ماشي انه ما كاينش لو موان دو بايمون، راه كاين الموان دو بايمون لا فوت. وانا قلت 150 الف واحد قليله ما كيشروش الناس، مي الموان دو بايمون هو انه كل مغربي خصو يعرفوا المغاربه كاملين، كل مغربي عنده الحق يكون عنده 10000 درهم اون كارت ماروكان اللي هي انترناسيونال بور لوتيزاسيون انترنت 10000 درهم في العام. بيان سور ما يعطيها لي حد خصو يجيبها من جيبو، مي بون راه كوم 10000 درهم تنرجع ليه باش يشري الكتوبه ويشري تنرجع بان هاد لي ستور فين خاصهم يديروا لي زابليكاسيون موبيل ناسيونال دي ستور ماروكان افيك دي ميثود دو بايمون لوكو ديال مسيو تو الموند. هادو غادي يشجعوا المطورين باش يديفلوبيو لي زابليكاسيون موبيل. دابا شنو المشكل؟ كي ديفلوبي لابليكاسيون موبيل ما عندوش دي مويان دو مونيتيزاسيون ديال لابليكاسيون موبيل ديالو. لومباركي يعني مع خصو يشوفوا مع لي زوبيراتور تيليكوم حيت المغرب à la différence des autres pays. Le Maghreb, c'est ce qu'on appelle un marché opérateur et non pas un marché distributeur. Mais là, on a acheté un téléphone. مغير اللي كتشري من دبغلف ملي كتشري اصلي وداك الشيء كتشريه من 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 عند لي زوبيراتور، ما كتشريش من شي ماكان. اذا يمكن لنا نمشيو عند هاد لي مارك دو تيليفون ياك ونطلبوا منهم انهم اومباركيو التطبيقات. بحال دابا اذا كان التطبيق كيتيليشارج بزاف وشافوا مال انتيغي راه سون اوفير بور لو فير. عندي واحد الاضافه على هاد الشيء. تفضل. اللي هو واخا كاع علاش الحلم ديالك انا بالنسبه لي صعيب شويه، انه واخا الناس يكون عندهم هذه الامكانيات كامله باش يشريو من الانترنت ويشريو دي زابليكاسيون موبيل وهذا، غالبا ما الواحد ما كيعطيش القيمه لان ترافاي ديجيتال ولا واحد العمل فني لوحه ولا شي حاجه ما كتعطاش لها قيمتها، وبالتالي كيفضل انه ما يشريهاش ما تكونش عنده كاع وما يخسرش اي فيها فلوس. هذا كنظن انه هو التفكير ديال اغلبيه الناس بالنسبه. ولكن دابا مثلا اي ابليكاسيون تشهرات وتيليشارجات ملايين المرات كاين تقريبا ليكيفالون ديالها المغربي المشهورين بزاف، كاين واتساب وكاين فايبر وكاين سكايب. الا قلبتي غادي تلقى ليكيفالون ديال هادو فيرسيون ماروكان، غير حبا ودفاعا في المنتوج الوطني المغربي يمكن لك تزابي هادوك شويه بشويه، صعيب انك تزابيهم وتانستالي وتيليشارجي وتشري دي زابليكاسيون غير مغربيه. كاين واحد ليكزومبل اللي خصنا ناخذو من واحد البلاد هي كوريا. كوريا عندهم التطبيقات ديالهم بوحدهم، علاش؟ حيت عندهم اللغه ديالهم الكوريه وكاين سي ان اوبستاكل بالنسبه للناس اخرين. اذا انا عاوتاني الا كنت شي واحد باغي يدير تطبيقات للمغرب خصو يديرها بالدارجه المغربيه ولا فهمتي بشي حاجه اللي تكون سلسه سهله بالنسبه للمغاربه يفهموها. ولكن اونكور اون فوا ماشي بالنسبه اليوم ماشي بان اوبجيكتيف بيزنس. والنصيحه اللي كنعطي لكاع الشباب المغربي اللي كيطور والشركات اللي كيطوروا انهم اي حاجه طوروها بالنسبه للمغرب مزيان، ولكن يطوروها دي مانيير ستوندار وديروا فيها ملتي لانك بالانجليزيه والفرنسيه والعربيه باش يمشيو لمارشي بلو كرون اللي هو انترناسيونال. ولكن انت بنفسك طارق علامي كتقول انه ما خصوش يكون لوبجيكتيف بيزنس، ولكن انت كتخدم اكثر في الانترناسيونال لدرجه انك تانستاليتي في دبي وكتبيع التطبيقات على برا. كاينه هذه القضيه، منين جبت هذا الخبر؟ زعما كتلعب على الخارج الوغ كو خصنا نشجعوا شويه. انا ماشي كنلعب على الخارج، نفسر لك هذه نعاودها لك بحال الخرافه. كنت غادي كنسمع في الراديو بان المغرب عنده اسيدي مشكل في لا بالانس دو بايمون، عنده بلوتو الديفيز كومون ابل سا لا ريزيرف دو ديفيز فيها ست شهور.
قلت شنو غادي ندير باش نقدر نعاون المغرب؟ راه 3 شهور ما بقاتش 6 شهور، اش غندير غنبدا نبيع في الانترناسيونال. وافكتيفمون بديت كنبيع في الانترناسيونال جوسكو مومون اللي انا ولينا كنديروا تقريبا 90% ديال المنتوج ديالنا كنديروه على برا. وهذه القضيه ديال دبي لانه اون فات عندنا المستعمل الرئيسي للسيرفيس ديالنا كاين في دبي، اذا حنا كنكونوا مقربين منه باش نهضروا معاه وداك الشيء. مي فوالا هذه الخرافه كيفاش حتى قلت كيفاش غنعاون، خصني نبيع شي حاجه برا وهي باش تطورت الامور ولينا عندنا 90% ديال المنتوج ديالنا كاين على برا. لي زابليكاسيون محمد بن مبكر، واش بيزنس مربح في المغرب؟ هو بيزنس مربح سي ان باغي، عاد تنشوفوا كيفاش نرجعوه مربح. شي واحد الى ديفلوبا اون ابليكاسيون موبيل كان عن بارتيكولي، الابليكاسيون موبيل تولي ريجيونال وتولي عندها فهمتي مطلوب كبير، تقدر تولي بيزنس. مانتنون حنايا بحال دابا في موبيل بلونس شتي خدينا الطريقه الثانيه، هي تنديفلوبي سور ميزور دي ابليكاسيون بور لي كروند انستيتيوسيون. هاد اون اريف ديفيسيلمون ا تروفي ليكيليبر داكور باش يولي ان بيزنس وتنكبروا. وصلنا 30 تنركروتي وباغي نمشيو لافريك، نمشيو لدبي حتى ان شاء الله داكور. دونك باش نرجع ان بيزنس مربح ان شاء الله. كاينه لا كرياتيفيتي عند لي ديفلوبور ماروكان ولا المستوى متواضع؟ كاينه لا كرياتيفيتي. Maintenant, le marché n'est pas très, très, très exigeant. Le marché, mazel ma arf, je me disais. Mazel ma adnash des locomotives, les tijarro, la créativité, en termes de design ou la, en termes de UX ou la chihaja. Donc, on dirait que nous avons le maximum de jihadienne. Mais maintenant, avec la compétition ou la concurrence, par exemple, les États-Unis ou la chihaja, qui est une concurrence kbira. Mais il y a une information importante. Les applications web, c'est-à-dire qu'elles sont sur Internet. في بلدان كبيره بحال في الامريكان مثلا، والناس كيدخلوا لها كل نهار وكيشريوا فيها وداك الشيء، وهما هذوك ذاك التطبيق راه مغربي غير الناس ما عارفينوش. واش نعطي غير مثال، ولكن كاين بعض المرات كتلقى شويه فيه شي حاجه ماشي قانونيه 100%. لا 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 100% قانونيه. نعطيك مثال مثلا، ما عرفتش كاين بزاف ديال اللي هو ماشي قانوني مالوغوزمون فهمتي، ولكن ماشي كنشجع على ما هو علاش الامريكاني والمغربي. انا غنقول لك شوج الحوايج. الحاجه الاولى ماشي كنشجع على ما هو غير قانوني، ولكن كنظن انا بيرسونيلمون ان هذاك اللي هو كيدير غير قانوني راه بالسوق عنده 16 عام ولا شي حاجه، ومني غادي يدير عقله غيفهم غيقلب داك الشيء اللي هو غير قانوني يقلبه قانوني وغتولي اون ريشاس ليا ليغال. مزيان نرجعوا لهوا اللي قلت لك في الميريكان. كاين مثلا كتعرف انه بالميريكان كيشريو الناس لي بيي دو كونسير، لي بيي ديال لي الفوتبول الامريكان ديال الباسكت وداك الشيء كيشريوه عند دي بروكر في انترنت. كاين دي كومباراتور اللي كيدخل عنده كتقول بغيت نتفرج في هذا الماتش ولا بغيت نمشي لهذا الكونسير كيعطيك لي كومباريزون. كاينين جوج المواقع اللي هي معروفين في الامريكان هما راه من المغرب وكيتخدموا في المغرب. وكاين حوايج اخرى مثلا فاش جات لا لوا ديال ادوبي في فرنسا، كاين واحد المنتوج مغربي اللي هو سميتو سمارت في بي ان، حتى هو تلونسا لبرا باش الناس يشريو ويكون عندهم لي في بي ان، يعني يقدروا يكونوا كينافيغو في انترنت بكل يعني بطريقه انونيم. فوالا كاين بزاف ديال التطبيقات بحال هكذا، ما نقدر ننسى عليه شي قلت بزاف. جو بونس ان لو بروبليم ديال بيزنس ديال لي زابليكاسيون في المغرب ان الناس نو سون با فريمون انيسيي لداك الشيء، الناس باقي ما كيديروش الثقه في لابليكاسيون ماروكان. ديجا الا مشينا نشوفوا غير لي فارماسي اولا كيف ما قلتي لي تياتر بور اشتي دي تيكي، الناس باقيين بريفير يمشيو سور بلاس ياخذوا دي تروك بابي. باقي ما دونك يمكن لنا ما نو سون با اسي سونسيبيليزي باش نو سون با اسي انفورماتيزي. كاين هذه القضيه لانه مازال كنهضروا على الاميه الالكترونيه، وشحال ديال الناس عندهم موبيل ولا هاتف ذكي. شحال من الناس كيتيقوا فيها؟ شحال من واحد كيتيقوا يعني يلاه ولينا كنهضروا على الاي كوميرس ويلاه بدينا كنتيقوا فيه شويه بشويه، الوغ كو مازال ربما كنقول مازال الحال على الام كوميرس اللي هو الموبيل كوميرس. وديجا خصنا نديرو واحد لا سنسيبيليزاسيون، ديجا خصنا اون دو انيسيي لي جون لداك الشيء، ديجا خصنا نديرو دي بوبليسيتي، ماشي نديرو غير ابليكاسيون اون لا ديفلوب وصافي نحطوها سور انترنيت. اون دو مثلا يوتيليزي لي ميديا، يوتيليزي لي راديو، كوم كو راه كاينه واحد لابليكاسيون في الاول نديروها غير دي فيرسون ديفاليسيون فابور، عاد ابخي نعمل نرجع فيها. زعما من النيفو ديال الشركه، ولكن واحد المسؤوليه اخرى اللي هي مسؤوليه ديال الدوله. الدولة عندها مسؤولية اليوم، elle doit apprivoiser le e-commerce، notamment le ministre en charge، يعني الوزير اللي هو ديال التجارة والصناعة والتكنولوجيا. عنده ثلاثة ولا أربعة ولا داك الشيء مكثرين عليه مسكين، الله يحسن العوان. ولكن راه ماشي خص تكون النوفل تكنولوجي هي الأخرى، عنده في الاسم هي الأخرى، ولكن خصو يخدم حتى النوفل تكنولوجي. وكنظن أنه من الأولويات اللي كاين خص يكون في البروغرام، لأن مازال كنتسناو البروغرام تعطل، خاص يكون انه الاي كوميرس يكون لابريفوازمون ديالي، يعني خاصك تسهل الناس تفسر لهم تقول ودي في الاشاره بحال اللي كتقول لهم زمان كلوا التفاح راه ما صيفطناهش للاوروب ولا كلوا الليمون
شريو في انترنت. يقدر يجاوبك السيد الوزير على تويتر. مرحبا راه كاين في تويتر واخا بون راه كيجاوب مره مره دونك كنتمناو نجاوب على الهاشتاغ جينيراسيون. انا اون دو با سو فوكاليزي غير على لو مارشي ماروكان، شوفوا حتى لو مارشي انترناسيونال سي ان تري بون انفستيسمون بالنسبه لينا حيت عندنا لي كومبيتونس وزعما سا كوت با شير. شنو ان ديفلوبر شنو خاصو؟ ان بي سي ولي كومبيتونس ديالو وابخي سا كيدخلنا العمله الصعبه الا بعناهم على شلون انترناسيونال. شنو مثلا شنو هي لابليكاسيون العالميه زعما اللي جايه من الخارج واللي كتعجبك اللي متكامله وناجحه على جميع الاصعده بالنسبه لك انت يا سي محمد؟ انا بالنسبه لي واتساب سي فالوريزي 19 مليار دو دولار 16 ولا 20 ديفلوبور فهمتني عندهم اربع سنين فهمتني ومستعملين ديال الاكسبيريونس ماشي في العمر ديالهم. عندهم اربع سنين فاش؟ لا 4 واتساب تكريات في العمر ديالهم. لا الواتساب تكريات في 2011 شي شركه اللي في 2011 ب 20 ديال لي ديفلوبور ولا شي حاجه وصلت ب 19 مليار دولار دو فالوريزاسيون والعالم كامل تيستعملها. هذا هو لو غيف ديالنا حنايا هو كيفاش المغرب نقدروا نديروا شي حوايج اللي يوليو فالوريزي ويطلعوا لنا لو بي بي تكنولوجيك ولا شي حاجه. نفس السؤال بالنسبه لك مهدي. كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي مزيانين وكنبقى ديما في هذا في نفس الاتجاه ديال سي محمد. تقول لي فايبر تنجح ماشي فايبر مي هاد لي زابليكاسيون ديال التواصل والتواصل الاجتماعي ديال لي ريزو سوسيو فيسبوك تويتر واتساب اي حاجه كتخلي لي جون كونيكتي في 24 على 24 هذاك هو لو برودوي اللي مزيان. وكان فيسبوك مغربي عالم جديد كاين واتساب صغير مغربي سميتو واخا الناس ما كيتيقوش في اي برودوي مغربي ما كيتيقوش فيه تعطيه كاس مغربي وكاس من برا غياخذ ديال برا واخا يكون الدوبل ديال الثمن ديالو هذا كلشي عارفه وفوالا. شنو مازال ناقص للتطبيقات المغربيه؟ اخر سؤال طاهر. واخا نزول ليلى مغربي شنو مازال ناقص؟ لا اللي ناقصهم انه كما قلت لك حاجه واحده هو انا كنظن بان خص هاد الناس اللي كيديروا التطبيقات نفسروا لهم دي فوا كي كتمشي لهم هاد ليدي انه راه كاين واحد المارشي بلو كرون الناس كلهم دابا اللي في المغرب تيلمون فوكاليزي على المغرب كيبان لهم راه كاين غير المغرب. اللي كنتمنى انه كاع المغاربه اللي كيديروا التطبيقات من المغرب انه ابارتيغ من المغرب راه كنا قارين وشوف المغرب اللي هو شويه قفز قارب العربيه قاري بالفرنسي ولا كان قاري مزيان عنده لونغلي ولا كان فيه شويه قرايه زايده عنده الاسبانيونيه فهمتي دونك يقدر يدير تطبيق انترناسيونال بون ايكيب ولا ياخذ فهمتي اون ايكيب معاه اللي تقدر تميتريز هاد لي لونغ كاملين ويبيعو على برا. هادشي اللي كنتمنى في جمله او على قبل التطبيقات اللي زعما كيما فريمون ماركي داك ديال الميتين ملي كيكون عندك ان ريكروتور اللي كيبغي دي زومبلوي يقلب عليهم sans déplacement sans rien du tout qui qu'on a une réunion sur place qui est parfait audiovisuel et d'excellemment efficace c'est-à-dire où le تطبيق اللي زعما كيما ما خير مازال ما كملتش. ثاني حاجه على قبل اش ناقص التطبيقات المغربيه خاص اول حاجه الفكره ماشي غيقلبوا على اي فكره ويديفلوبيوها خاص الفكره فريمون نشوفوا المارشي شنو طالب زعما هذه منها باش يعرفوا الناس شنو علاش كيقلبوا الناس على اش يقدروا يخسروا فلوس الناس على اش يقدروا يديروا. ثاني حاجه ماشي يدير الفكره وصافي خاص يديرها ارغونوميك جونغ فاسيل ما نحتاجوش ان غيد تكون ليجير بحال كنحتارمو من ناحيه ديزاين وحتى من ناحيه تكون ميثوديك بالنسبه لي. سي محمد نفس الكلمه الا ممكن نفس السؤال. انا بالنسبه لي ما حد لو مارشي لوكال المارشي مازال صغير في لاطاي ديالو خاصنا نديرو لانترناسيونال بحال قال الطاهر خاصنا نديرو لانترناسيونال باش نديرو لانترناسيونال خاصنا لاندستريزاسيون خاصنا دي زيكيب خاصنا دي فون خاصنا دو لابوي ياك باش نديرو لانترناسيونال مي لو مارشي كاين ونقدروا نديرو لانترناسيونال. كلمة الأخرى غنقولها ماشي في هذا الموضوع بالذات ولكن كاع لي زيتيديون ولا لي جون ديفلوبور والناس اللي يلاه كيقراو لانفورماتيك ولا يلاه تخرجوا هو خصهم يبحثوا وياخذوا شي حاجة لراسهم شي حاجة اللي ما تعطاش لهم في القراية ويتخصصوا في شي حاجة. إلا تخصص لواحد في شي حاجة غيتميز على لي ديبلومي الآخرين وعلى الناس الآخرين وغيكون عنده حظوظ اكثر انه يحقق ذاك الحلم ديالو ولا يوصل ذاك الشيء اللي بغاه. حتى حنا عندنا حظوظ وافره باش ندوزو للفقره المواليه اللي نتلاقاو فيها مع خالد الشريف وشنو كيقول لنا في الانترنت الويفي المجاني ولكن هادشي قبل واحد هادشي من بعد واحد الفاصل نديرو فاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد. دابا وصل الوقت ديال البودكاست ديال خالد الشريف اللي هو قولوا بوز فين الويفي مجاني ما بقاش غير اشاعه. تفرج واش جيران واش داك الويفي غير شبعوا به دابا اجي انت فين غادي بالسلامه
لا الوالد غنمشي على راس الدرب نخيم واحد خمس ايام راه تلقوا الانترنت فابور تما تهلا الوالد. السلام عليكم. كلكم بلا شك كتعقلوا على دوك لي كابيني تليفونيك اللي كانوا عندنا في الشارع واللي كنتي كتستعملهم بحالهم بحال التليفون ديال الدار. ايوا سيدي قريبا هاد الهواتف غادي يختفيو وغادي يبداو يعوضوهم لي بورن ديال الانترنت المجاني. بل ماشي فقط غير في الشارع الان ممكن تلقى الويفي مجاني حتى في مجموعه ديال المرافق والساحات العموميه. اجي انت شفتك 3 ايام هادي وانت واقف في راس الدرب ما ناويش تحرك لا والو الشفر غير لقيت واحد الويفي فابور واحد 3 ايام اخرى ونتحرك من هنا. الغرض الاساسي بطبيعه الحال من هاد الانترنت المجاني سهل ديال الولوج الى المعلومات بشكل سريع وهذا بطبيعه الحال كيساهم في التنميه الاقتصاديه. ثم الانترنت المجاني كيجذب الناس نحو الساحات والاماكن العموميه وكيبقى الغرض الاساسي من الويفي المجاني هو الجذب ديال السياح وتسهيل ديال الزيارات ديالهم للمدن ولترويج التجاره بطبيعه الحال في المقاهي والمطاعم. هادشي علاش فرنسا كتعتبر الدوله اللي فيها اكبر عدد ديال النقط ديال الولوج للانترنت المجاني باكثر من 13 مليون ديال نقطه الولوج في حين ان العالم كله تقريبا في حاليا 50 مليون نقطه ولوج للانترنت المجاني. اذا فرنسا بوحدها كتمثل تقريبا الخموس ديال الانترنت المجاني في العالم. هادشي اللي جعل ان مجموعه ديال الدول غادي تسابقوا باش انهم يوفروا الانترنت مجانا للمواطنين ديالهم. هكذا غادي نمروا من 50 مليون نقطه ولوج حاليا الى 325 مليون نقطه مجانيه سنه 2018. هادشي بطبيعه الحال كله مزيان غير كيبقى المشكل ان مجموعه ديال الاشخاص لو كيشكلوا جمعيات ضد هذا الانترنت المجاني والسبب انه عندهم شك ان الدبدبات ديال الويفي ممكن يشكلوا خطر على المواطنين. On trouve aussi des ondes électromagnétiques dans les écoles, puisque l'Internet sans fil s'y développe à grande vitesse. Ces petits boîtiers, ce sont les émetteurs qui envoient des ondes vers les ordinateurs des élèves placés sur les tables. Les enfants sont exposés en permanence à ces ondes. Des parents d'élèves s'inquiètent de l'effet de l'Internet sans fil sur la santé de leurs enfants. D'autant plus que certains pays européens commencent à limiter le développement du sans fil pour protéger le public. Qui fait ? Lui fait qui est là ? Ah, je vais vous dire que je vais vous dire que vous avez dit l'Internet favor. مع الصعيد العالمي فشركة فيسبوك ومجموعة ديال الشركات الخاصة بالهواتف النقالة كيفكروا في واحد البرنامج طموح باش يوفروا الانترنت لجميع سكان الارض وبشكل مجاني. هذا البرنامج اللي سموه internet.org. هذه العملية اللي بدات فعليا سنة 2013 في مجموعة من الدول بحال الهند غانا كينيا زامبيا وكولومبيا بحيث كيتم التوزيع ديال الويفي مجانا سواء بواسطة اقمار صناعية او حتى بواسطة لي درون. والمغرب بطبيعة الحال حتى هو ركب هذه الموجة ديال الانترنت المجاني ومنذ مدة ولينا كنلقاو مجموعة ديال الاماكن العمومية اللي فيها الانترنت فابور خصوصا المقاهي والمطاعم حتى مجموعة ديال المحطات ديال القطار او حتى في مجموعة ديال الحافلات الفخمة ممكن تلقى فيها هذه الخدمة فابور. فقط بلاصة وحدة اللي ما بغاش تفهم ليا علاش حتى الان ما فيهاش الويفي مجاني هي المطارات ديال المغرب عباد الله. غير قولوا ليا كيفاش بغيتينا نستقبلوا هذا السياح. العلم اول انترنت مجاني عمومي في المغرب كان في مدينه الجديده اللي كانت تجربه اوليه باش انه يتم التعميم ديالها على مجموعه ديال المدن الكبيره في المغرب. للاستفاده من الانترنت عبر الويفي مجانا بساحه محمد الخامس وكورنيش الجديده وجامعه شعيب الدكالي. كنجي مره مره حتى هذه شي بوحوت كنجي هنا يعني كنستافد بزاف الا كانوا عندي شي بوحوت كنجي هنايا كندير البحوت. نعم يا اختي. ابون كمشي كيمشي كيتكونيكتا باش يقلب على البحوت. هاد الناس ما عرفوش ينزل عليهم هاد العلم دقه واحده. اجي انت لهنا فين غاديه؟ لا الواليده غادي غير للجرده ندير شي بحوت راه تما كاينه الانترنت فابور. كيفاش البحوت؟ اتصنت ليا قول داك البحث ديالك الا باغي الحلال يجي يخطب دوز ريحي الارض. وما نساوش ايضا ان ولايه الدار البيضاء الكبرى وقعت واحد الاتفاقيه مع الشركات الثلاث ديال الاتصالات الهدف بطبيعه الحال هما ان يوفروا الانترنت بشكل مجاني في جميع الساحات العموميه ديال مدينه الدار البيضاء. واكثر من هذا كاينين حتى 10 ديال الاحياء من هذه المدينه اللي غادي يتم تزويدهم بالانترنت المجاني. كيفاش كازا كلها غتولي انترنت فابور؟ اخويا قول لي غير وجدوا يديروها بالفيزا سين راك واش غتكفح ليها. على فكره راه مزيان تكونيكتا من الانترنت العمومي فابور غير المهم حضروا راسكم راه اي واحد ممكن ياخذ ليك المعلومات ديالك. ايوا قولوا باز وصافي نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. تبارك
دخل على خالد خالد الشريف في البودكاست قولوا بوز هاشتاغ جينيراسيون نيوز. اذا الموضوع هو الويفي غراتوي مجاني على الاقل في مدينه الدار البيضاء، شنو بالك في هذه المبادره مهدي؟ مزيان يكون الويفي مجاني في الاماكن العموميه، غيخليو الناس بيتيت الا كان في دي بارك ولا لا، يخلي الناس انهم يمشيو لواحد البلايص اللي ما موالفينش يمشيو ليهم باش يديروا البحوث باش يبوحوا تي وكل شيء. واخا شنو بالك في هذه المبادره سي محمد؟ لا مهمه لان لا كونيكسيون انترنت مهمه للتطبيقات، باش رجعنا للتطبيقات ما يمكنش يكونوا تطبيقات وهواتف ما كاينش لا كونيكسيون انترنت، دونك نشجعوا هادشي. ولكن قلتي غتكون ليميتي واقيله ولا هما قالوا غادي يقطعوها في الاخر ديال العام؟ انا اللي سمعت بان في الكومونيكي دو بريس ديالهم سي اون اور بار جور، دونك يا من هنا لاخر العام فابور، ولكن فابور غتكون سيغمون غير اون اور بار جور. اون اور بار جور لا، ولكن في بلاصه اون اور بار جور يقدروا يطلقوها مثلا نص نهار ولا كاع النهار كامل. لا دابا بور لو مومون يزيدوا لك شي اشهار ديال لي زوبيراتور ولا شي. لا بور لو مومون سي با اونكور كلير، مازال ماشي ما واضحتكش، مي حنا دابا كنمشيو على الكومونيكي لانفورماسيون اللي مكتوبه فيه هي كلير، هو انه من هنا لاخر العام فابور. ولكن ليكزيرسيس ديال هذا الويفي غراتوي حيت ديجا تيستينا حنا في الزنقه كيكون فيه ساعه، انت كنهضر بالنسبه للويفي اللي كاين اكتويلمون ديال لي زوبيراتور ماروكان، كيكون فيه ساعات المكان اللي ديجا راه مزيانه، واللي كنقول لخالد الشريف برافو عليه حيت ثلاثه ديال النقاط اللي كنت غنقولهم قالهم بثلاثه. اهم حاجه هو خص يكون في الايروبور، حيت اي واحد حنا بلاد سياحي كيجي خصو ينزل كيصلح بزاف د الحوايج، راه الناس كيفهمونا دابا تشيكين انستغرام تويتر هذا خصو يقول ويتصور ويحط يخبر العائله ديالو. هذاك الشيء كله راه مهم بالنسبه لينا حنا باسكو المغرب كيستافد منه، من بعد كتولي الضجه في انترنت. دونك فوالا، ولا كانت غير ساعه مثلا حنا نتاكدوا غادي نبوكيو لي زوبيراتور على تويتر هاشتاغ جينيراسيون نيوز. مثلا واش عندك دو تيليفون؟ كيكونوا دو حيت باغ نيميرو كيعطيك نورمالمون كومون سا فونكسيون، ساعه كتقيد كتعطيه ان نيميرو ديال التليفون وكيصيفط لك هو ان كود باغ اس ام اس، فهمتي؟ وهذه القضيه علاش؟ لانه كاين واحد القانون في المغرب انه كيقول لك خاص الا كنتي كتعطي الويفي المجاني خاصك تعرف شكون هو اللي كيتكونيكت عندك، يعني خصهم ايدواف ايدونتيفي لي بيرسون، يعني ضروري غادي تعطي شي معلومات ديالك. ولا بد تعطي المعلومات، ولا بد. كناكد انه الويفي خصو يكون موجود في بلايص اخرى، هادشي راه هذه مساله طبيعيه في بلدان على برا، زعما فين ما مشيتي مساله طبيعيه الويفي كاين، وكتلقى ان البلدان اللي هي متطوره سيرتو في الناحيه السياحيه راه عندهم الويفي بارتو باش الناس كيمشيو كيتصوروا، يعني خاص يكون الويفي في حدا جامع حسن ثاني، خاص يكون في حبوس، يكون في البوليفار كله من فوق حتى الاخر. دونك فوالا، واش يشجع السياحه؟ غادي يشجع المستمعين ديال الانترنت؟ اي يشجع، حنا نبداو نخرجوا نبقاو في الدار فهمتي، ويضربنا الهواء شويه حتى لي ديفلوبور ديال لي ديفلوبور ديال لي زابليكاسيون موبيل ولا هذا، انهم يلونسي دي برودوي ديستيني بيتيت دوك لي توريست اللي كيجيو باش يديروا السياحه ديالهم راسهم بلا ما كاينه الكونيكسيون. نورمالمون شنو يقدر يزيدنا هذا الويفي غاتو؟ نورمالمون هذا الويفي غاتو زعما نديروه في البارك سي زعما مزيان هذا، ولكن الي سرا بلو بينيفيك الا درناه مثلا في لي سيتي يونيفرسيتير، حيت باغ اكزومبل كاين في كليات الطب وفي جامعات اخرى في كازا. سي ميو الا المشروع ديال كازا غيكون فابور كلشي، سي ميو الا عممنا كلشي، حيت مثلا طالب ملي كيبغي يدير بحوث ولا هذا ماشي غير يمشي للجرده غيدير بي اس غيدير كتب، راه سي لوجيك كوميم سكي في خاصو يكون في لوكال ديالو باش يقرا، حيت نورمالمون ان ايتوديون ملي كيكون اكسترن غادي اون فيل اللي ماشي ديالو سي سوبر ترو ديفيسيل باش يلوغ ان اكسي انترنت، ديجا 3 جي ما خداماش مزيان سكي في. وحنا خدامين على 4 جي اذا شويه بشويه. نعم. ولكن هو كاين غادي يكونوا تتباعوا بطاقات ديال لا روشارج ديال الانترنت ديال سميتو ديال الويفي، سير الساعه الاولى فابور ومن بعد يكونوا بطاقات باش تبقى تشارج. تبغي مثلا هاد المبادره تعمم على جميع المدن المغربيه؟ خاص يدرسوا سميتو لا رونتابيليتي ديالها، ماشي غادي يدير سو كاين لا 3 جي كاين لا 4 جي دابا كاين ان ويفي ياك، ما يمكنش لي زوبيراتور يديروا كل شيء، دونك واحد القصه. لا رونتابيليتي الشركات حاجه متفقين، ولكن لا رونتابيليتي المواطن حتى هي مهمه. سميتو المواطن راه لي مانيفيست. واحد الخمس سنين كثر شيء، ما بين خمس سنين حتى 10 سنين الناس ما عارفيناش، كانت واحد المدينه في المغرب فيها الويفي وفيها انترنت كراتويت سميتها الحاجب، الناس قليل اللي عارفين هذه القضيه. هذه تقريبا سنه باش تلونسات الويفي في جديده. الجديد اليوم هو انه سي لي زوبيراتور ثلاثه اللي غيلونسيو هذه المساله هذه ديال الويفي في بلوزيوغ سبوت في الدار البيضاء. هذا هو الجديد اللي كاين، ما بون الويفي كان من شحال هذه بنفس الطريقه فابور كومينيكاسيون كومينيكاسيون جروبي سا سكي امبورتون سي دير هنايا
داخلين في اون اكسيون غروبي دو كومونيكاسيون دو سونسيبيليزاسيون دو ديموكراتيزاسيون ديال لو سيرفيس. مزيان كثروا منا ان شاء الله، ان شاء الله هذه المبادره تكون ناجحه وتعمم على جميع المناطق وتفيد طلبه ومستعملي الانترنت ولي ديفلوبور كذلك. شكرا لك سي محمد، شكرا لك ليلى، شكرا لك مهدي، وشكرا لك طاهر. وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا للطاقم الفني والتقني اللي عاوني في انجاز هذه الحلقه، شكرا للبوبليك اللي حضر معنا، شكرا لكم مشاهدين مشاهدات جينيراسيون نيوز. ان شاء الله من بعد الاخبار نتلاقاو مع المسلسل التاريخي الحدث، تاريخنا فخرنا. ان شاء الله تهلاو بزاف في راسكم، عطيونا الاراء ديالكم التعليقات ديالكم على هاشتاغ جينيراسيون نيوز وفيسبوك جينيراسيون نيوز. نتلاقاو السيمانه الجايه، من هنا السيمانه الجايه بيناتنا جينيراسيون نيوز.